لو تسكب بنت على راحتك، ما راح اقول لك لا. بس قبل تروح خليني اسالك سؤال، لا تحرم نفسك من افضل تجربه استماع للبودكاست. ثمانية شبكة عربية معروفة في صناعة البودكاست، وتختص في صناعة الأفلام الوثائقية وبرامج البودكاست ذات الطابع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتنتج برامج بودكاست مشهورة مثل فنجان وسقراط وسوالف بزنس ويتابعها الملايين. دخلت مرحلة اكتئاب أسبوعين، بعدها حاولت انتحر. الشعور وقتها ما كان شعور لي أنا أبغى أموت قد ما هو شعور خلاص أنا أبغى أختفي. جدة يصير خال جدي، جدة الله يرحمها تصير خال جدتي. أي فحوسة. تنويه بسيط، أنا صوتي عالي فإذا هذا يقول قصر صوتي. لا 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 تقصر. تأسست ثمانية في العام 2016، واستحوذت عليها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بنسبة 51% من الأسهم في العام 2021. الأب الروحي لثمانية هو الرئيس التنفيذي عبد الرحمن أبو مالح. في هذا التقرير من صحيفة البلاد البحرينية نعرض لكم أبرز خمس شخصيات تأثرت بها شركة ثمانية. غازي القصيبي، شاعر وأديب وكاتب وسفير ووزير سعودي، عاش بين البحرين والسعودية وتأثرت ثمانية بطريقته في الكتابة والإدارة. بوب وودورد، أحد أبرز الصحفيين الأمريكيين والمتخصصين في الصحافة الاستقصائية، واشتهر بلقب مفجر فضيحة ووترغيت التي أدت لاستقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في 8 أغسطس 1974. مالكوم جلادويل، صحفي إنجليزي كندي ومؤلف كتب تعتبر الأكثر مبيعاً في قائمة نيويورك تايمز للكتب. أيرا جلاس، مقدم برامج إذاعية وكاتب سيناريو ومنتج وممثل أمريكي صنع شكلاً جديداً للبودكاست في العالم كله، وهو عراب البودكاست. دكتور سعد صويان، أكاديمي سعودي وباحث مختص في الثقافة الشعبية الشفهية بالجزيرة العربية.